ما صوتش ماشي على شي حاجه، لان انا ما دركنيش الوقت ما بقيتش ماشي زعماني. اما انا كنقول لك تنصوت على البام حيت عندي الثقه في البرنامج ديالو. شوف راه كلشي مزيان، لا البام لا البيجي ديال الاستقلال، لا هاد البلاد يعني ملي كتمشي للخارج هي بحق ملي كتقارنها مع دول اخرين، ملي كتقارنها مع دول اخرين راه حنا مزيانين. وني ملي كتمشي بحال دابا الامارات وداك الشيء كتشوف الصحراء كيردوها، ملي كتشوف اسبانيا غير في 1975 كي كانت دابا كي ولات، فهمتي يعني كيبقى فيك الحال اللي مسائل بديهية ديال كل نهار، ديال النفايات والأزبال، فهمتي ديال النظافة. بق بلا ما نهضروا على التعمق ديال الاقتصاد وديال المبادئ السياسية وديال العلمانية، بلا ما نبداو ندخلوا في داكش، مسائل ديال كل نهار ديال النفايات والنظافة والمرافق العمومية وداكشي زعما حرام.